إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. بمناسبة الصيف وقضاء فترات المصيف في الأجازات وقضاء وقت طويل على البحر مثلا في الشمس، مهم جدا نستخدم المستحضرات والكريمات الواقية من الشمس، خاصة عند الأطفال، علشان ممكن الجلد يتعرض لحروق من الشمس والشخص ما يعرفش بيها، ما يشعرش بيها أثناء تعرضه للشمس، لكن هتظهر عليه بعد كده وتعمل احمرار شديد ومؤلم للجلد. الكريم الواقي من الشمس لازم تكون درجة حمايته ما تقلش عن 30%، ويفضل ندهن بيه الأجزاء المعرضة للشمس كل ساعتين. ويفضل كمان يكون معانا كريم ملطف أو مرطب للبشرة، علشان لو حصل احمرار للجلد بسبب التعرض للشمس ندهن بيه بعد كده، هيخفف كتير من أعراض وآثار حروق الشمس على الجلد. فاصل وهنعرف معلومة كمان. أشهر وأنفع الأنظمة الغذائية المفيدة للغاية في الوقاية والعلاج من دهون الكبد المرضية هو النظام الغذائي المسمى بحمية البحر الأبيض المتوسط Mediterranean Diet. النظام الغذائي ده بيعتمد أساساً على الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات وتقليل النشويات، بيسمح بتناول الدهون الأحادية الغير مشبعة والأوميجا 3، بيسمح بالحبوب الكاملة زي القمح والفاصوليا والبرغل ومخبوزات دقيق الحبوب الكاملة، بيسمح باستبدال الزبدة أو السمن النباتي بالدهون الصحية زي زيت الزيتون البكر، نقلل بقدر الإمكان من تناول اللحوم الحمراء ونستبدلها بالدواجن، والأفضل استبدالها بالأسماك علشان بتكون غنية بالأوميجا 3 اللي بتقلل الدهون الثلاثية اللي بتتراكم في الكبد وتضره. مسموح في الرجيم ده بتناول الخضروات والفواكه لحد 7 و8 مرات في اليوم، لأن من مميزاتها إنها غنية جدا بالألياف اللي بتحسس بالشبع وتقلل من امتصاص النشويات. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.